صار لي 100 سنة بقول انه هذا مش هالاكل، هذا ذكرى للستة. كم مرة قلت لك ما بنقروا؟ ضليت ورا لك كسرته، ارتحت هلا؟ انبسطت؟ لكي خلصنا بقى زرعتي اجرنا، ايش يعني الحياة معك عن جد عليك يا اختي عليكي؟ ايش موقع علينا باليوم بدنا نبرتي لماري انطوانيت، بعدين انا حر باكل بالصحن اللي بدي اياه. لا بدك حر، انت حر برا مش هون مش هون. يا استاذ يوسف انا داخل على المطبخ لسنين والصحن، شلت هيدا الصحن وقع من ايدي انكسر، قومت الدنيا بوراسي. هيدا الصحن ذكرى من ستي، حطته هون وقالت لهم مش في الاكل، اجا ضل عليه لكسر، وشو بعمل انا هلا؟ بتعملي؟ لا انا كنت عم بستني ولا عم ترعبتني، تعبت امي بويا مني. شو بعمل انا هلا؟ لا روي شوي يا ابو زكي، روي، مالك حق، مالك حق صراحة، حرام عليك. خلص شو بعمل؟ ما مكسور، شو خلص؟ خلص مكسور يعني ايش موقع عليك؟ خلص يا خيي انت روح ابو زكي، روح خيي، روح سهل هو تحملور. روح ابو زكي روح، خلص انت روح بايدك، انا بعرف واحد شغلته هو القصص وظبطت لك اياه وبيطلع بظبطه صح؟ ايه يعني بيرجع صحن؟ يعني صحن، ايش وسحر يعني هي القصة؟ بيرجع طيارة، شخص جرام وفضاء، كعسة اللي هو يعني، بس المهم ذكرى من ريحة ستك يعني الله يرحمها. الله يرحمها. ماشي؟ يلا بنروح نحن بقى؟ اوكي. يحرق حريجك يا ابو زكي. نزل التردد الجديد لزي الوان 11277، الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.